السلام عليكم مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. في هذا الشرح سأتطرق إلى إضافة مميزة يمكنها تسهيل مشاهدة الفيديو في المتصفح ككل. كما تشاهدون في اليوتيوب هنا تظهر أيقونة جديدة وهذا ما سنقوم بشرحه الآن. في اليوتيوب توجد هذه الخاصية مدمجة ومفعلة تلقائيا في اليوتيوب، من هنا يمكنك التسريع وتبطئ الفيديو. كما أني شرحت بعض الخصائص أو بعض الإضافات في السابق في فيديو يمكنها تسهيل استعمالك لليوتيوب. ما يهمنا الآن هو شرح هذه الخاصية. كما تشاهدون عندما أقوم هنا بالضغط زائد يقوم بالتسريع والناقص بالتبطئ ببساطة. كذلك بنفس الفكرة تعمل على التويتر مثلا هنا في هذا الفيديو، يمكنني تسريعه وتبطئه لمشاهدة المحتوى ربما بسرعة. كذلك نفس الشيء في الفيسبوك، هنا دائما أيقونة صغيرة في الأعلى تظهر بهذا الشكل، ويمكنك التسريع وتبطئ الفيديو كما تريد. كما قلت هذه الإضافة تعمل في المتصفح ككل، وبالتالي تعمل حتى على مواقع أخرى، مثلا هذا الموقع لعرض الأفلام والمسلسلات. تظهر كذلك فوق الفيديو أيقونة صغيرة لزيادة والتسريع وتبطئ الفيديو. كما شاهدتم هذه الإضافة البسيطة والفعالة جدا، يمكنك تحميلها في الوصول إليها عبر رابط تحت الفيديو. إذن كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى الشرح القادم، سلام.